السلام عليكم. كوب سات جي تي دي 2014 عنده مشكل ديال 5F مشكل ديال 5F فيها مابقاش كيفيه الصوت. بسم الله خاصو نبقى فيه الصوت ونطلع بروتيكسيون كومبوز وخاصة ديفيكتيوز. غادي نبدلوه بواحد اخر ان شاء الله وبروغرامي ونشوف من بعد شي بعد الانستالاسيون ان شاء الله. يلا يلا نشوف هادشي من بعد. من بعد لاكتيفاسيون نشوفو هاد الجي تي دي. بسم الله الاخر حيدتي ياك صافي هو ركبناه. كيفاش كيف جات حيدينو هما لا بسم الله صافي تجي تبعدو بوطاكم كان في مشكل ديال الصوت. اكبر شركات الانتاج الموسيقيه توقع معها عقد انتاج في 2005 صحيحه. ملي غادي تسالي المرحله الاولى ديال الامتحان جا وقت السيركل وغادي كوموند فوكال هو كان فيها ديالها كيبقاو بلوتوث كيكون فيهم هادو بلوتوث وكوموند فوكال كيكونوا في 5 اف ما كيتحيدوش منها. صافي بعد الخطوات السهله والبسيطه غدوز الامتحان ديالك وانت محترم جميع الاجراءات الوقائيه. نفسك كتسهر دائما على حمايتكم وسلامتكم باش تحسب ديال السعرات الوباء ونقضيو اغراضنا بكل امان. الله يسلمك. وزاره التجهيز.